وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك دكتور أحمد. أهلا بك ندى وكل مشاهدينك الكرام. إذن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل يجتمع مساء اليوم لبحث رد حركة حماس، ووسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تقول أنه لأول مرة رد حماس يسمح بالتقدم في المفاوضات. كيف تعلق وما المتوقع دكتور أحمد في هذا الإطار؟ أنا في اعتقادي ندى، من خبرة الشهور التسعة الماضية وتعامل حكومة الحرب الإسرائيلية واليمين المتطرف مع أي مبادرات أو مقترحات أو مفاوضات لإبرام صفقة، بتعكس أن هذه الحكومة تتسم دائما بالمراوغة. هي تحاول أن تبدي أنها مع المفاوضات وأنها مع اتفاق وتبدي هذه الموافقة أو المرونة الظاهرية الكلامية فقط، استيعاب الضغوط الداخلية من أهالي الأسرى في داخل إسرائيل، استيعاب أيضا الضغوط الخارجية، لكنها على أرض الواقع هي ليس لديها الرغبة أو النية الحقيقية فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق. هي تريد صفقة مجانية، يعني تريد حتى خطة بايدن تريد فقط صفقة جزئية لإطلاق سراح الأسرى ثم استمرار الحرب بعد ذلك، وهو والقضاء على الانظمه الفلسطينيه والفصائل كما دائما يعلن نتنياهو. وبالتالي هذا الموقف جعل حماس ايضا يعني ترفض المقترحات وتطالب بضمانات في وقف دائم لاطلاق النار. ومن هنا حكومه نتنياهو ايضا اجتماع المجلس المصغر بيعكس عده دلالات. الدلاله الاولى هو الفشل الكبير في تحقيق الاهداف، يعني اصبحت بعد تسعه اشهر كانت تراهن على ان اقتحام وكياح رفح و غيرها من كل مناطق غزه ستستطيع ان تحرر الاسرى او الرهائن الاسرائيليين لدى الفلسطينيين وان تقضي على المقاومه، لكنها فشلت حقيقه، لم يعد لها ذريعه. كانت تتذرع بان دخولها رفح سيعني القضاء على ما تبقى من حماس، يعني تحرير وايجاد الاسرى، لكن كل هذا حقيقه فشل، وبالتالي هذا بيعكس فشلا واعترافا بفشل في تحقيق الاهداف. الدلاله الثانيه ايضا هو حجم الانقسامات داخل اسرائيل بين المكون العسكري والمكون السياسي. الآن المكون العسكري بيرى أن استمرار الحرب بلا أفق بلا رؤية بيعني أنها تقوم على اعتبارات شخصية من قبل نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، يريدون الإبقاء في السلطة والحفاظ على الائتلاف بإشعال الحرائق، بينما لمصالح شخصية، بينما إسرائيل تخسر على مستويات كل المستويات الاقتصادية والعسكرية مع وقوع المزيد من الضحايا والقتلى الإسرائيليين في غزة وفي غيرها. وبالتالي هناك الآن انقسام بيعكس دفع هذا المجلس المصغر، اضافه طبعا الى العامل الخاص بالجانب الامريكي في ظل الانتخابات وفي ظل ضغوط بايدن لتحقيق اي انتصار سياسي من خلال ابرام صفقه لقي روجها للداخل ويستوعب الضغوط المتزايده عليه، خاصه من جانب الشباب في الحزب الديمقراطي والاتجاه اليساري والعرب والاقليات. لكن انا في اعتقادي السيناريو المتوقع ان حكومه الحرب الاسرائيليه ليس لديها نيه حقيقيه ورغبه جاده فيما يتعلق بالمفاوضات، لانها لو لديها رغبه لقدمت تنازلات حقيقيه. هي تحاول ان تبدي يعني انطباعات ورسائل انها مع المفاوضات، لكن حتى الان لم يحدث تغيير حقيقي في نهج هذه الحكومه فيما يتعلق بوقف اطلاق الحرب واقدام اطلاق النار او الوصول الى صفقه لمبادله الاسرى والرهائن. طيب، يعني في إطار ما يحدث في الداخل الإسرائيلي والاحتجاجات المستمرة من قبل عائلات الأسرى والمحتجزين، يعني آخرها أنهم هددوا بخروج الملايين في حال عدم قبول الصفقة من قبل بنيامين نتنياهو، بالإضافة للمعطيات التي ذكرتها دكتور أحمد، من الممكن طبعا أن تشكل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية للقبول بهذه الصفقة. على كل حال أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.